2000 اللي هو 2015 مكتوب كام؟ اللي هو 2150 في زيرو تحت جنب الخمسة. ده خطأ صك، ده يعمل فلوس كتيرة جدا. الجنيه ده اهو يعمل فلوس كتيرة جدا، ممكن يخشوا له على يعني مثلا معلش يعني لو اتباع هنا ممكن يعملوا 400 جنيه، ممكن يعمل له 400 جنيه واكتر من كده كمان، ممكن هوا ياخده منك ب 500 600 جنيه، ولو اتعرض على الموقع يعمل اكتر من كده. الجنيه ده مطموس خالص، ما فيش فيه اي حاجه خالص، الارقام تحت ما فيش خالص اهوت، ونص جمهوريه مصر دي نصها، نص الجمهوريه مش شار خالص اهو. العمله دي بتعمل فلوس، لان برضه اهوت عيب صك، ده عيب صك برضه. في انحدارات في العمله، في طمس في العمله، في حاجات كتيره في العمله بتعمل فلوس يا جماعه. هعرض لكم، هحاول ان انا اعرض لبعض العملات النادره ده، هي اللي انا اقدر احط فيها 500 دولار او 400 دولار على اساس تعوض المبالغ، حتى لو 200 دولار هتبقى كويسه جدا. في ال 20 جنيه ديت هي رقم مميز، 3 6 8 7 8 ويكاد يكون مش مميز قوي، 6 2 8 8 0 0 يعني ايه، ممكن نديله مثلا 60% 50% تمييز، يعني ممكن تبقى عليها ديت اقل شيء. يعني ال 20 جنيه ده لو اتباعت ب 160 جنيه مش وحشه، 150 جنيه مش وحش، ولو اتعرضت على الموقع تعمل اكتر من كده. عندك ال 5 جنيه ده 45 84 5، يعني برضو نفس الشيء. ال 10 80 10 1 اللي تحت افضل من اللي فوق دي يا جماعه. هنا ما يعني معلش ال 50 جنيه تعمل لها 100، 5 جنيه تعمل لها مثلا هنقول ايه على الموقع تعمل اكتر من كده بكتير، وتجيب لها ممكن 500 600 جنيه. ال 5 جنيه دي برضو بعتنا واحد قال لي اختار الارقام منها، في اللي تحت رقم مميز واللي جنبها، وفي ارقام مميزه يا جماعه بتبقى احسن من كده افضل من كده. العملات دي بتعمل فلوس، بس هتعمل ايه؟ يعني ال 5 جنيه دي ممكن تعمل لها مثلا ايه؟ هتعمل لها 70 جنيه 80 جنيه، انما لو انت عرضت على الموقع تعمل اكتر من كده. عندك الواحد مليم ده معروض على الموقع يا جماعه بحوالي ب 70 دولار وب 80 دولار، ومعروض على امازون ب 360 جنيه والله معروض، وعلى اوليكس معروض منه برضه ب 400 جنيه و 500 جنيه. والشاري وانت بقى، انت حرين مع بعض بقى وبتتفاوضوا الكلام من ده. عايز تعرض على الموقع اعرض على الموقع، عايز تعرض